السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي استفسار مولانا. اتفضل يا حبيبي. بالنسبة لحكم الدين، في عندنا مسجد كل ما بيقوم الصلاة بسرعة، يعني بين الأذان والإقامة يعتبر مثلا دقيقتين ثلاثة، حتى في صلاة الفجر وصلاة العصر والظهر. ليس هناك أي إشكال في التعجيل بإقامة الصلاة ما دام المؤذن يؤذن في الوقت، فإذا أقام بسرعة الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يترك وقتا لصلاة السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام لا يترك أي وقت خالص يا مولانا. ولا 5 دقائق لصلاة ركعتين سنة. 5 دقائق بالنسبة لصلاة الفجر، هذه أقصى مدة يتركوها. هو يؤذن الأذان في وقته؟ يؤذن الأذان في وقته. خلاص لا بأس. السلام عليكم.